من سيرة الأثير. في الأثر يضرب عن معيشته الذي أمعاؤه تحيا على أمل تغذيه المآسي من خمير المهزلة. ماء وملح يرجئان الموت عن جسد القضية، ينعشان الظلم كي يستعجل الرحمن في إسعافنا. أعجوبة في عصرنا تكفي لتفتح بابنا في الأسر أيدي المعجزة. كنا نحاول أن نعيد حياتنا نحو الحياة وأن نعمر دولة للكل، لا وعد إلهي يشرعها كما زعموا، ولا بلفور مندوب السماء لكي يفض المسألة. ما أغرب الدنيا، جراح الناس بعد العمر تلتئم، وجرحي دون كل الناس مهراق إذا ما جف من نزف يكرر نفسه النزف. كنا وما أغرب الدنيا، تحولنا إلى أسرى بلا ذنب سوى أن جبلنا طينها المأساة من نار، كما لو أنه من جرة العينين هيأ شكله الخزف. كنا نهش القادم المحتل في الضفة ونطلب حقنا في الأرض، هذا كل ما في الأمر، لا طمع حياة الحر في رغد ولا طرف. لا عربة تسمعنا ولا عجب، كأننا أخرس يبكي على الأطلال في زحل، نولول في سجون الطيب كي نحيا. فأين دفنت نفسك؟ قل بربك أيها الشرف. البرنامج طويل طبعا، كان بدي أختتم بقصيدة واحدة وبعد إذنكم، وحتى بحب لما تختاروا قصيدة للي بعرف القصيدة. عربي شيء هذا الوطن. إيه إيش قلتي؟ نعم سوى كنا بالبيع هو بطو بطو زنبه رطو اطلع بطو كسر. طيب أنا أقترح عربي في مطار بن غوريون، تواصلا مع يوسف كان يحكي عن أرض المطار. قريب من هون المطار؟ يعني ربع ساعة. أنا عربي صحت في باب المطار فاختصرت لجندية الأمن الطريق إلي، ذهبت إليها وقلت استجوبين ولكن سريعا لو سمحت لأني لا أريد التأخر عن موعد الطائرة. قالت من أين أنت؟ من غساسنة الجولان أصل فروسيتي. قلت جار مومس من أريحة، تلك التي وجت إلى يوشع بالطريق إلى الضفة الغربية يوم احتلها، فاحتلها التاريخ من بعده في الصفحة الأولى. من حجر الخليل الصلب أجوبتي، ولدت زمن المعابيين النازلين من قبلكم أرض الزمان الخانعة. من كنعان أبي وأمي فينيقية من جنوب لبنان في السابق، ماتت أمها أمي قبل شهرين، ولم تودع جثمان أمها أمي قبل شهرين، والولت بحضنها كي تؤانسها الغريزة في البقيعة عند سفع المصيبة والنصيب. لبنان يا أخت المستحيل، وأنا أم أمي الوحيدة في الشمال. سألتني ومن رتب الحقيبة لك؟ أسامة بن لادن. ولكن رويدك فهذا مزاح الجراح المتاح، نكتة يحترفها الواقعيون مثلي ها هنا في الكفاح. أناضل منذ 60 عاما بالكلام عن السلام، لا أصدو على المستوطنة ولست مثلكم، أملك دبابة كالتي علامتها تغزغ الجندي غزة.
لم أرمي قنبلة من الأباتشي في سجلي الشخصي، لا لنقص في، بل لأني أرى في الصدى في المدى صدى سأمي من ثورة السلمي في غير موضعها ومن حسن السلوك. هل أعطاك أحدهم شيئا في الطريق إلى هنا؟ سأل. قلت: هو المنفي في النيرة، أعطاني الذكريات ومفتاح بيت في الحكايات، صدأ الحديد على المفتاح واترني، ولكني كالمعدن الأصلي أرجع ذاتي بذاتي، إن أحن من أنين اللاجئين يبعث الشوق جناحه عبر الحدود، لا حرس الحدود يمنعه ولا أنت أكيد. قالت: هل من أداة حاسة في حيازتك؟ قلت: عاطفتي، بشرتي، وملامح القمحي في، ولدت هنا بلا ذنب سوى الحظ، متشائلا قد كنت في السبعين، أنا المتفائلة بأنشودتين عصيتين عليك الآن في سجن جلبوع، أصلي وفصلي من روايات الزمان الفجر، جنازة الماضي وعرس في قاعة العمل القريب، بلح من الغور رعرعني وفسرني الكلام في حيازة طفل الذي عجلته عن موعد التوليد كي يأتي إلى زمان لا كهذا الهجر يا بنت أوكرانيا. تأخذني الجندية إلى تفتيش حاجاتي، تأمرني بفتح الحقيبة، أفعل ما تشاء، فينز من قلب الحقيبة قلبي وأغنيتي، ومعنى المعنى يفز فصاحة وفجاجة منها وفيها كل ما في. تسألني: ماذا صورة الإسراء من معراج أوردتي وتفسير الجلالين، ديوان أبي الطيب المتنبي وأختي مرام، صورة وحقيقة في آن، شال حريري يدثرني ويحميني من برد البعاد عن العقارب، تبغ من عرافة البطور دوغني إلى أن حشش المجهول في وفي وفي وفي، زعتر بلدي جل نار النار، جليلي بهي عقيقي كافوري فخوري، وأني حي المستنير المستريح في جيب عودتنا بلا سبب سوى أننا عبدنا حسنيتنا وأوثقنا النكبة الكلمة في الماضي وفي. تسلمني الجندية إلى الشرطي الذي تحسسني في فجأة ثم صاح: ما هذا؟ عضوي الوطني أقول ونفسي حمى أهلي وبيضتا حمام تفقسان رجولة وأنوثة في آن، يبحث بي عن كل شيء ممكن وخطير، لكنه أعمى هذا الغريب الذي ينسى قنابل بي أشد مضاضة وأهم، عنفواني جموحي نزف النسور في لهبي وفي جسدي شامتي وشهامتي، هذا أنا كاملا متكاملا لن يراني فيما يرى هذا الغبين. الآن وبعد ساعتين من معركة المعنويات ألعق جرحي لخمس دقائق كافيات، ثم أصعد الطائرة التي ارتفعت لا للذهاب ولا للإياب، بل لأرى جندية الأمن تحتي، الشرطية في نشيد إحدائي الوطني تحتي، وتحتي أكذوبة التاريخ المعلق مثل بن غوريون الذي صار كما كان كما كان كما كان، تحتي وتحتي وتحتي بس تحتي. طلع وقت الفتح يا هنا.